السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، مرة أخرى كنجدد الترحاب بكم في وجهة ساحرة. ودائما في إطار الرحلات السياحية لاستكشاف بلادنا رفقة الوالدين. من بعد ما مشيت لهذه الأماكن من قبل وعجبوني، جاء الدور الآن على الوالدين حتى هما يشوفوا هذه الوجهات الرائعة ببلادنا العزيزة. ونتمنى كذلك أن حسنتم تسافروا وتزوروا الأماكن عديدة خصوصا مع الوالدين مادام أنهم كيتواجدوا بالقرب منكم، واللي توفاو ليه الوالدين ديالو الله يرحمهم ويتبعنا بهم مسلمين. أكيد أنكم من خلال الصورة المصغرة أو العنوان ديال هذا الفيديو عرفتوا أننا الوجهة السياحية غادي تكون هي كارابلانكا. كارابلانكا كيتواجد فيها شاطئ من أحسن الشواطئ الصخرية الرائعة اللي كتواجد بإقليم الناظور، كيبعد على مركز المدينة بحوالي 30 كيلومتر، وكتواجد بهذه المنطقة أماكن ساحرة بالمنظر الطبيعي ديالها اللي كيتمثل في الأشكال والتضاريس ديال الصخور. وكتبقى واحد الصخرة هي المعلم وهي كذلك الرمز ديال هاد المنطقة ككل، بحيث كيجيو ليها من بعض السياح المغاربة والأجانب باش يشوفوا هاد الصخرة الرائعة. هاد الصخرة اللي كنتكلموا عليها كتسمى بكأس العالم. الساكنة ديال هاد المنطقة تلقوا عليها هاد الاسم نظرا للتشابه ديال الشكل ديال الصخرة مع شكل كأس العالم. كيمتاز الشاطئ بمياه فيروزية وكتطلع عليه الجبال والصخور للون ديالها أبيض، ويمكن لكم تخيموا بهذه المنطقة تحت بعض الأشجار المتواجدة هنا. هذا فيما يخص بمعلومات عن المنطقة وعن الشاطئ الساحر. دابا غادي نشوفوا المسار أي التراجي، فكيفاش دير توصل لهذه المنطقة الرائعة. فأولا عليك التوجه إلى مدينة الناظور، ومن مدينة الناظور كتمشي في سيارة الأجرة إلى منطقة فرخانة، ومن فرخانة كتمشي في سيارات ديال الخطافة من فرخانة حتى للشاطئ. أكيد هاد الخطافة غادي يوصلوك لواحد الدوار تما حدا المسجد، ومن داك المسجد غادي تهبط على رجليك تقريبا واحد نص ساعة أو لا ثلث ساعة على حسب الجهد ديالك، وغادي توصل هاد الشاطئ الرائع. إذا كنتي كتوفر على سيارة بحال الحالة ديالنا حنا، يمكن لك الذهاب لهاد الشاطئ مباشرة، بحيث أن السيارة كتوصل يعني تتبع غير لجوجل مابس وغادي توصل. فاش غادي تقرب يعني لهاد الدوار ديال من اللي غادي تفوت فرخانة وغادي تبغي تهبط لهاد المنطقة، فأكيد أنك غادي تلقى واحد لي بانو تما مكتوب فيهم كارابلانكا، تحاول تبعهم وغادي تنزل حتى لعين المكان. غادي تستاسيوني السيارة ديالك بالقرب من داك المسجد، وغادي تنزل تقريبا كيف ما قلنا 30 أو 20 دقيقة على حسب الجهد ديالك باش توصل للشاطئ ديال كارابلانكا. بالنسبة للناس اللي كبار في العمر، فيعني من الأحسن أنهم ما يهبطوش لهنا، لأن كاين العقابي وكاين الهباطي كيف ما كتشوفوا، يعني كتهبط وتطلع، يعني كاين شوية ديال الطريق. فالناس اللي كبار في العمر من الأحسن أنهم ما يهبطوش هنا. هذا الشيء اللي كاين في الحالة ديالنا حنايا، حاولت أنني نصطحب الوالد ديالي ونرافقو يعني حتى المنطقة نشوفوا الصخرة اللي كتشبه الكأس العالم. أما الوالدة ديالي فما قدرش أنني نغامر ونهبطها لهنايا.
بالنسبة للنشاطات اللي تقدر تديرهم هنا، فإلا وصلتي لهنا يمكن لك أول حاجة تمشي تاخد تصورات مع الصخرة ديال كأس العالم، كاين واحد الصخرة واحدة أخرى كبيرة عليها، ومن موراها يمكن لك دير السباحة في هذه المنطقة، ويمكن لك تجاوز تفوت هذه المنطقة هذه وتفوت يعني في الاتجاه الآخر باش توصل واحد يعني الشاطئ ديال كارابلانكا اللي كيكون رائع وساحر. فأنا نظرا للعياء ديال الوالد ديالي ما غاديش نوصل حتى لذاك الشاطئ، يعني حاولنا أننا نبقاو غير في هذه البلاصة هذه. إذن فيمكن لكم استمتعوا بوقتكم هنا في السباحة وقضاء وقت ممتع، وكذلك يمكن لكم تخيموا كيف ما قلت لكم سابقا. صراحة أجواء رائعة هنا، يمكن لكم يعني تجي وتقضيوا بك، اللي كيدوز غير نهار واحد وكيمشي يرجع بحاله، سواء إلا كان بيت يعني في الناظور أو لشي منطقة مجاورة، وكاين الناس اللي كيجيبوا الخيمات ديالهم وكيجلسوا هنا وكيقضيوا أوقات واحدة أخرى لأنهم ما كيشبعوش من هذا الجمال ديال كارابلانكا. أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو هنا، غادي نكون وصلت يعني لجميع المعلومات اللي نقدر نعطيهم فيما يخص كارابلانكا. نخليكم تستمتعوا معنا في هذا الفيديو وتشوفوا بعض المشاهد وتكونوا واحد الفكرة أولية على المنطقة. أنا كنتحدث مع الناس اللي مازال ما شافوش كارابلانكا، أما الناس اللي شافوا ديجا كارابلانكا فكنتمنى لهم مزيدا من الأصفار. وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم كاملين، ونتشوفوا في فيديو قادم إن شاء الله. Thank you.